رمضان كريم وينعاد على الجميع. مثل ما بدنا نعمل الصيام عن الأكل والشرب بشهر رمضان، أنتم مدعوين لتعملوا خلي بشرتنا تصوم. منخلي بشرتنا تصوم بطريقة أنه نبتعد عن الروتين لإلنا، مثل الميك أب، مثل السيرومز، سكين كلينزر، أندي بيلينج، وكل أنواع الماسكات. هيدا الشيء بخلي جلدنا يستعيد نضارته، وبخلي كمان يفرز الدهون اللازمة ويجدد البشرة، وبخلي مناعته قوية كمان. وآخر شيء ما تنسوا أنكم تستعملوا واقي شمس وتهتموا أكثر ببشرتكم.